السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم. اليوم بتغطيه خاصه من برنامج ايام الناس راح نكون بتظاهرات الحاشده، التظاهرات الجماهيريه التي خرجت بعنوان الشعب يحمي الدوله، بالتالي راح نشوف المطالب ونشوف الناس هنا، خصوصا انه العراق بالوقت الحالي والوضع السياسي او الجو العام برمته يشهد عدم استقرار دون موازنه لغايه الان، عدم تشكيل الحكومه لحد الان، خصوصا انه السنه على ابواب نهايتها والموازنه لم تقر لغايه الان، فراح نشوف المطالب، خليكم معنا. تظاهرات حاشده تحت عنوان شعب يحمي الدوله، اليوم مشاركين بهذا التظاهرات، نعرف المطالب، نعرف الاسباب اللي دفعتكم للخروج. بسم الله، يعني اهم نقطه هو الحفاظ على هذا النظام. يعني نظام الدوله بشكل عام، جوهر الدوله، إذا أردت أن تحدث أي تغيير تحتاج إلى آليات، من دون الآليات تصبح فوضى. هذه الفوضى تأخذ من الناس معاشاتهم، استقرارهم، أوضاعهم، ما ذنب المتقاعدين، الموظفين، الرعاية الاجتماعية، غيرهم أن يتضرروا من مزاجات أو أجندات سياسية. هذا يعني لا يمكن أن نعمم هذه الأجندات على الدولة بشكل كامل. تريد تغير نظام؟ أكو نظام لتغيير النظام. تريد تغير؟ هسه إحنا عندنا دستور، وعندنا برلمان، وعندنا قضاء. نريد شو نريد نسوي؟ شو نريد نغير بالنظام؟ أكو برلمان يصوت، وأكو قضاء يحدد قانونية هذا التصويت. ماكو غير هذا الطريق حقيقة. أما إذا لجأنا إلى طريق آخر، ماكو غير هذا الطريق. إذا تسوي غير طريق، اليوم نفرض هسه أنا وياك اليوم ننسف هذا كله ونقول يا هذا كله ما يصرف لنا، ونشيل العملية برمتها ونسوي نظام جديد. باكر يجي واحد يقوى يقول أنا أنسف هذا، نقول له لا، يقول له أنتوا البارحة نسفتوه مثل ما نسفت البارحة، اليوم أنسف. يجي وراء واحد هم يقوى يقول لا والله أنا هذا هم ما يصرف لي. نفتح الباب إلى ما لا نهاية. يجب أن تكون هناك آليات متفق عليها لأي تغيير ممكن. هسه اللي يعترض على الحكومة أكو برلمان، اللي يعترض على القضاء أكو قانون، اللي يعترض على البرلمان هم أكو آليات دستورية وقانونية. غير هذا حقيقة راح يصير الحكي بالقوة وبالمعروف شنو، هذا مو بصالح المواطن المسكين. المواطن 100% خاسر، هذا الموظف من يروح راتبه، والمتقاعد من يروح راتبه، والعسكري، ثم ماذا يعني؟ ثم ماذا؟ ماذا لو عجزت الحكومة؟ البارحة وزير المالية استقال، وباكر يستقيل وزير ثاني، وراء يستقيل قائد آخر، ويستقيل قائد فرقة، قائد مدري شنو، وثم ماذا؟ ماذا لو قطعت الرواتب؟ ماذا لو صار خلل بالنفط مثلا، بالوقود، قطعت الحصة التموينية؟ شو تريد تقول يعني؟ والله تقول أنا عندي أجندة سياسية، أنا هذا فلان ما عاجبني وفلان ما عاجبني، هذا مو صحيح، مو صحيح، مهما كان مو صحيح، مع احترام للجميع حقيقة. هسه الأهداف والمطالب شنو؟ الأهداف أهم نقطة الحفاظ على جوهر الدولة، تشكيل الحكومة. هسه نريد نسوي انتخابات مبكرة، غير رد لها حكومة تسوي انتخابات مبكرة، رد لها مفوضية، رد لها برلمان يسوي، خما هسه نشيلهم كلهم واحنا نسوي، أنا وياك نسوي، ما نقدر نسوي. نريد حكومة تشكل، حكومة برلمانية صحيحة دستورية، حتى أي تغيير يكون يمر بهذه المراحل، ذيك الساعة يكون تغييرها دستوري، حتى مو يجي واحد ثاني يقول لا والله هذا كان شغلكم مو دستوري، وبالتالي احنا هم شغلنا مو دستوري، نشتغل مثل ما يعجبنا. هذا حياكم. وضع ممكن عاجب المواطن، لو ما عاجب الكل الوضع راح يبقى هيك، شلون
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. العراقي يتكون من 40 مليون عراقي، 40 مليون عراقي اليوم معيشتهم، اليوم رواتبهم، اليوم أوضاعهم، اليوم العمل، اليوم يشوف السوق واقف. كل 40 مليون عراقي اليوم متوقف القرار على خلافات بين السياسيين، خلافات وإيرادات ليلة أذرع ليلة أذرع لا يمكن أن يتحقق في العراق. العراق باقة ورد، عراقية متكونة من جميع الطوائف، ليس فقط الشيعة، هنالك سنة، هنالك أكراد، هنالك مسيحيين، هنالك كل القوميات والديانات. فالاحتكام للقانون، الاحتكام للدستور، دولة النظام والمؤسسات، صيانة الدولة، هاي الدولة الديمقراطية والانتخابات الديمقراطية قدم لها العراقيين عشرات الآلاف الشهداء في الحشد الشعبي، في المقابر الجماعية، عودة الدكتاتورية اليوم، التسلط والتفرد خط أحمر. دائما المرجعية الدينية طالبت بعدم عودة الدكتاتورية، بعدم التفرد في الحكم. العراق دولة مكونات، 40 مليون عراقي، 40 مليون يتم إبداء رأيهم من خلال الانتخابات. الانتخابات لكم لازم تكون عبر آليات ودستور وقانون. مفوضية الانتخابات اللي صارت هي سبب الأزمة، قانون الانتخابات اللي مضى هو سبب الأزمة، الانتخابات المبكرة نفسيتها هي سبب الأزمة. فليش نرجع إلى المربع الأول؟ اليوم ممكن إكمال ممارسة البرلمان لعمله من أجل تشريع الموازنة التي ينتظرها 40 مليون عراقي، من أجل تحريك السوق، تحريك عجلة الاقتصاد. العراق اليوم مهدد بالحرب المياه، هنالك قضايا وأمور ملحة يعاني منها الشعب العراقي. على السياسيين أن يتوحدوا، أن يحتكموا إلى لغة العقل. اليوم العراق هو مقبلين على زيارة الأربعين، زيارة 40 الإمام الحسين. العراقيين هم خدام الإمام الحسين، فنقسم عليهم بدم الحسين أن يحتكموا لغة الحوار ولغة العقل، وترك لغة الدماء، ترك لغة التهديد. العراق من وصل لهذه المرحلة؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الأمل بالعراق والعراقيين. العراقيين مروا بأزمات كثيرة وتجاوزوها بلغة الحوار والتفاهم. نسأل الله عز وجل أن يوفق ويهدي للجميع لما فيه خير. وهم من المنطقة يعني الأخي اليوم إحنا القنوات الفضائية اللي ساندت، نشوف اللي ساندت دواعش اللي تروج للفكر الداعشي، ثوار العشائر اليوم تساند الفوضى وتساند القتل والتهديد. اليوم الشعب العراقي يريد استقرار، يريد حياة حرة مستقرة كريمة مؤمن فيها، يعرف باكر شي يريد، يعرف باكر شي يسوي. هذه الخلافات السياسية والمناكفات السياسية وتعطيل حياة 40 مليون عراقي يحاسب عليه الله، ويحاسب عليه الدستور، ويحاسب عليه القانون والإنسانية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المطالب وخرج التظاهرات الجماهيرية الحاشدة خرجت من أجل حماية الدولة، فبالتالي لغاية الآن سنة شرفت على انتهاء لا حكومة ولا إقرار موازنة، من يتحمل هذا؟ احنا بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل محمد، اللهم صل. احنا بالنسبة ان هاي الجماهير اللي جاي يشوفها يعني مطلبها جدا بسيط، يعني ماكو بتعجيزي، هو تثبيت الحكومة، أثبت الحكومة وأعطي مجال للحكومة. أنت مثل ما نقول أعطي مجال في السنة للحكومة، هي شو قد باقي لها؟ ستارة السنة مثل ما نقول، يوم باكر عقبة وباكر انتخبك وباكر أسوي لك. أعطي مجال للحكومة في السنة، أعطيها مجال في السنة وأشوف الإنجازات مالتها، يلا أحكم عليها. أنا مو بعدني ما مستلم حكومة، ما مسوي رئيس وزراء، ولا هاي حكومة تصريف أعمال، يعني ما إلها حق أي شيء تسوي، وصارت 3 سنوات تصريف أعمال وما إلها أي حق تسوي. يعني قامت تطلع ملفات قديمة، مسيرات وما مسيرات، يعني هسه تسوي لنا حل؟
سوي لنا حل للتعيينات، سوي حل هاي الشباب اللي قاعده، سوي حل الكهرباء، سوي حل انت تركيا ضربتنا وهانتنا ما عرفت ترد لها برد بسيط. انت هسه جاي على شعبك تريد ترد وظلم بظلم، تريد تسوي حرب شيعيه شيعيه، هذا ما نقبله. احنا عقولنا موجوده، احنا نتبع الامام الحسين ونتبع اهل البيت، وعقولنا دائما تصير طويله الامد مو صغيره الامد. ليش؟ لان احنا ما نريدها تنزرع حرب هاي الناس، اي هاي الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. وحتى لو تريد تصير احنا ما نخليها، لان احنا ولد مذهب واحد، وكليتنا اتباع الامام الحسين. ثوره الامام الحسين من 1400 سنه وهسه قامت تنذكر، وتشوف الضعف صار اضعاف، والناس متمنيه هذا الموضوع. ليش متمنيه تصير حرب شيعيه؟ يقول لك باع القتال الشيعي، فاحنا ما نقبلها، واحنا اولاد مذهب واحد، واحنا ان شاء الله ننتظر يوم بعد يوم، الفرج ان شاء الله قريب وتصافى القلوب وترجع ان شاء الله، بس احنا نطلب الصبر ان شاء الله، وماكو غير الصبر ان شاء الله. شنو الحلول برايك؟ الحلول حوار، ماكو غير الحوار. واليوم مبادرة رئيس الوزراء جمع السياسيين كلهم والتحاور، وإن شاء الله النتيجة عن قريب تظهر إن شاء الله. هذا أحسن حل. إحنا حل القتال الأهلي لا منتهى لديه، يظل طويل الأمد. ظل أنا أطلع عقوتي وأنت تطلع عقوتي، وعلى شنو أطلع عقوتي؟ على شنو؟ بالعام انا وبن عمي على الغريب، أي. وانا واخوي على بن عمي. انا مو اخلي دول تضحك علي، اخلي دول تضحك على شيعة امير المؤمنين اللي الشيعة جابوها من ذاك الوقت لهذا الوقت، عندهم مظلومية، وهسه اصير مضحكة، اخلي الناس تضحك علي، اخلي الناس تقتل الناس، وهاي الشباب الحلوة تروح على ويش تروح؟ خوف راح اقاتل العدو. احنا عدونا واحد معروف، وان شاء الله ننتصر، وان شاء الله هاي شدة وتعدي ان شاء الله، وخدمتكم احنا. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هنا منذ أيام عدة نعتصم في هذا المكان، ولدينا مطالب عديدة أعلننا عنها في الكثير من القنوات تحت شعار أن الشعب يحمي الدولة. نحن كمعتصمين هنا نبات هنا أيام وليالي، لدينا هدف، وهو أنه لابد من حماية الدولة، لابد من حماية قضاء الدولة. نحن كمقاومة أعطينا الكثير من الدماء، أعطينا الكثير من الشهداء. نحن حريصين على اليمن، على الدولة وعلى مؤسساتها. فهنا اعتصامنا هو بمثابة الضغط على الدولة، أنا يا دولة يا فرقاء سياسيين اجلسوا على مائدة واحدة وتفاوضوا من أجل المصلحة العليا للبلد. احنا اليوم لو نشوف اليوم العالم المتحضر، كل العالم المتحضر حينما تجلس العقلاء يجلسون من أجل مصلحة البلد. كل دولة اليوم، شوف بريطانيا، سعودية، ليبيا، غيرها من يقعدون ما يفكرون بمصلحة غيرهم، لا، وإنما يفكرون في مصلحة بلدهم فقط وفقط. فنحن نسير على سيرة العقلاء في العالم، بارك الله بيك. فإحنا نوجه رسالتنا إلى كل الفرقاء السياسيين، نقول لهم اجلسوا على مائدة واحدة وتفاوضوا، وبعض يتنازل من هنا وبعض يتنازل من هناك من أجل المصلحة العليا للبلد. نشوف اليوم التيار والإطار كل يتظاهر بطريقة ديمقراطية حضارية، من يريد يكون بيناتهم اقتتال. السلم الأهلي لدينا هو خط أحمر، مظاهرات سلمية، شوف مثلاً سيارات تسير بحركة انسيابية عالية جداً، مؤسسات الدولة لم تعطل، الدوام مستمر، ونحن هنا معتصمون أيام وليالي بطريقة حضارية هادئة غير عنفية، نطالب من الدولة الإسراع في تشكيل حكومة. لا يمكن أن نقبل بهذه الفوضى، تعطيل الكثير من المؤسسات وكثير من المشاريع الموازنة، مشاريع كثيرة، مشاريع في القطاع الاشتراكي، مشاريع في القطاع الخاص، كلها متوقفة، وهذه برأس ما راح توقع، برأس المواطن، جلدي وجلدك، نحن الفقراء. فنحن هنا معتصمين أيام وليالي نضغط بكلمة واحدة على الدولة، أن اجلسوا وتحاوروا، تحاور العقلاء الوطنيين اللي يفكرون بمصلحة بلدهم من أجل المصلحة العليا للبلد والوطن والمواطن. حياك الله، صوتكم واصل، وعسى ولعل أنه الحكومة تنتبه لهذا الموضوع. أنا متشكر.
بارك الله بك. بارك شيخنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وسلم. يا يصير حاليا بالعراق لغاية الآن لا موازنة وتعطيل بعض المشاريع وغيرها، المتضرر الوحيد فقط هو المواطن. نعم أكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن جئنا إلى هذا المكان نطالب البرلمان، أولا طبعا هو البرلمان وبعدين بتشكيل الإسراع بتشكيل حكومة والنظر بعين الاعتبار إلى هذا الشعب، إلى هؤلاء المتظاهرون، وتسبقها قصدي الآن الاعتصامات، أربع أيام اعتصامات، وتسبقها المظاهرات، وكانت المظاهرات مليونية. جئنا إلى هنا نطالب الحكومة الدولة أولا أن يكون لا تكون حكومة تصريف أعمال، هذه حكومة تصريف أعمال لا تجدي نفعا، يعني لا تفيد الشعب حقيقة. نطالب بتشكيل بالإسراع بتشكيل حكومة حتى يصلوا إلى تلبية متطلبات الشعب، هذا الشعب المظلوم، بالخدمات أولا، بالتوفير فرص عمل حقيقة، أكو شهادات معطلة، يعني البلد سنة عن سنة إبعاد المتفرجين نعم، فرص عمل يعني منذ 2003 ولحد الآن هي وإن كانت ضعيفة حقيقة مع الأسف، يعني ضعيفة، وقد يكون يعني كثير من شريحة هذا المجتمع ظلموا حقيقة تحت يعني تحت هذه التصرفات واللا أبالي، يعني حقيقة الدولة لا أبالي، لم تصل إلى نتيجة حقيقة ولم ترضي الشعب. فنطالب أولا بتشكيل الحكومة، الإسراع بتشكيل حكومة وإقرار الموازنة حتى لا تتوقف معيشة الناس، معيشة الشعب، يعني قد يكون إذا طالت تتوقف رواتب مثل ما صارت بالأشهر أو بالسنوات الماضية. فنطالب الحكومة أن يجلسوا جلسة حوار ويتحاوروا لأجل الشعب، والشعب هو الذي جاء وقدم صوته إلى هذه الدولة وإلى هذه الحكومة والبرلمان. فنرجو من الدولة أن تسرع بتشكيل البرلمان، تشكيل حكومة حتى تكون ثمرة لهذا الشعب. وحقيقة يعني لا نتأمل مثل ما تأملنا سابقا، كنا نتأمل أنه الإعمار يكون أكثر من 70%، ماكو إعمار، قليل خدمات، ماكو ماء وكهرباء، ماكو. فالشعب يحتاج كل هذه الأمور. الإمام علي عليه السلام يوصي مالك الأشتر، يقول له يا مالك لا يكون همك الضرائب، يعني الخراج الضرائب، فليكن همك إعمار البلاد، تعمر البلاد أولا، ثانيا ويقول له ولا يكن همك أن تكون أنت المسؤول وفقط جالس في مكان الدولة ولا تخرج إلى الناس، عليك أن تخرج إلى الشارع وتسأل عن معاناة الشعب، معاناة الناس. لأن يقول له أنت بالأمس كان عليك حاكم وتتأمل من الحاكم، واليوم أنت حاكم، فأنت بيدك السلاح، بيدك الأموال، عليك أن تهتم بهذا الشعب، تنزل وترى معاناة هذا الشعب. زين بعدين شو يقول له؟ يقول له يا مالك ولا تكن عليهم سبعا ضاريا، لا تصير عليهم أسد. أنت يعني أنت مالك الأشتر صح، أنت رئيس دولة صحيح، أنت ما تصير عليهم أسد، أنت صير وياهم، صير عيش معاناتهم. زين لأن الشعب مظلوم، الشعب حقيقة يعاني ما يعاني، والآن نفس الحالة، الشعب يعاني ما يعاني. فنقول للحكومة عليه أنه أنتم يجب أن تغيروا هذه المنهجية. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. بداية دارنا نتحدث اليوم عن تواجدكم هنا والمطالب اللي
جيتم من اجله؟ شنو المطالب اللي دفعتكم والاسباب اللي دفعتكم التواجد هنا في ساعه الاعتصام؟ احنا جينا من مدينه الموصل نشارك اخواننا المعتصمين المطالبين بحقوقهم المشروعه، هو التشكيل حكومه قويه يقضي على الفساد، قادر على تقديم الخدمات للمواطن، يرجع الثقة بين المواطن والحكومة، هذا المطالب. يعني يوم ويان المعاناة اللي جاي تعيشها العاصمة، فقط العاصمة وكل المحافظات جاي تعيشها؟ هذا ليس معاناة ولكن واجب علينا، احنا الشيوخ العشائر واجب علينا ومسؤولية أخلاقية يعني تجاه الجميع بدون تمييز، يعني واجبنا هو احنا جينا هاي مشاركة اخواننا، هاي واجبنا، علينا واجب انساني وعشاري واخلاقي تجاه الجميع دون تمييز، ليس لقضية معينة او لقبيلة القوران او للعشائر الاخرى، لا احنا وطنيين. احنا بالبداية من 2003 لها حتى هسه الخاسر الاول والاخير هو المواطن العراقي، السياسيين من يتعاركون بيناتهم المواطن هو اللي يكون خسران، هم من يتصالحون واحنا هم خسرانين هم ربحانين، ولكن احنا جينا هنا نهدأ الوضع وحتى لا يخلق الفتنة بين المواطن العراقي، ما نقول المكون الفلاني او طائفة الفلانية، احنا حتى لا يصير هذا الشيء نشيله، نرجع على اصلنا، نرجع على أصلنا. 2003 جاب الاحتلال الامريكي وجاب كل الدول المعادية للعراق بما فيها الاسرائيل الكيان الصهيوني، حاول تفرقة بين أبناء شعب الواحد، خلق الفتنة، هذا محمدي وهذا حسيني، وهاي ما قدر عليه لأن الشعب العراقي أقوى من هذا كله، جاب لنا داعش ما قدر علينا، هسا جاب تفرقة بين أبناء الطائفة الواحدة، فإن شاء الله ما يقدر علينا، احنا كنا جايين من أجل قضاء على هذه الفتنة وليس نكون طرف محايد لشخص، لا احنا ويا الكل ويا الجميع، احنا نريد عراق واحد موحد خالية من المحاصصة، دولة قوية قادرة على حفظ الأمن، قادرة على قيادة الدولة، احنا نريد هذا الشيء. إذن هاي المطالب اليوم اللي جئتم من أجلها؟ نعم، ومطالبنا مشروعة. واحنا نطالب من اخواننا المتظاهرين الموجودين هنا والذين لم يشاركوا ان يكونوا مع اخوانهم من اجل تشكيل حكومه وحده وطنيه قويه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يخليك ويسلمك. نريد نعرف المطالب، نريد نعرف الأهداف اللي خرجتوا منها. مطالب احنا كشعب مرينا بظروف جمة، ظروف حروب، ما حد يختلف عنها، ظروف حصار، بعدين القاعدة جتنا، بعدين داعش، وهذا سوى جرح كبير عند العراقيين. وخلقت فقر صراحه، يعني فقر وشهداء وشهداء، يعني شو تقول؟ كل ما تحكي هو حكي صحيح. فاحنا هسه شو نقول؟ احنا ناشد من العقلاء بالوجهاء من كل السياسيين، قادتنا السياسيين ناشدهم، نقول لهم هاي فرصتكم، فرصتكم تثبتون جدارتكم بانكم مخلصين لهذا الشعب. خلينا نثبت انه هل احكي بين قوسين نعم. ولد علي رحم الله وجزاك الله خير، بعدين خلي يعرفون اكو ناس قاعد تشتغل الخرابنا، خلينا نحكيها بالعاديه، الخراب هذا مو صحيح. احنا يقول قول الامام علي يقول شماتة الاعداء اشد من البلاء، البلاء كبير بس شماتة الاعداء اشد بعد، فعليه احنا امنا كبير بهم صراحه. يعني اتوقع اليوم باكر نسمع خبر يفرح الشعب العراقي، ابدا مو بعيده، انا احنا متوقعينها لان نعرفهم محترمين ويخافون علينا، بس تبدا تصير هاي المحاكاه بالسياسه، هي السياسه مشكله فن الممكن مشكل، فعليه احنا ندعو من الله ان يصير العراقيين، احنا اذا انضرت هاي الكتله الكبيره الشيعه ينظر كل العراق، كل العراق ينظر، فعليه خلي ينظرون للعراق، ينظرون شعبهم، ابناء جدتهم، كافي هذا. احنا اذا كل واحد يفكر بنفسه ما راح نوصل، هي التضحيه احنا دي ثار
ما شكر، وان شاء الله هم اهلا لها، واحنا نتوقع منهم كل الخير. كافي ترى تعبنا. اي والله كافي والله، جبناها والله حقيقه جبناها مأساة معاناه، ودائما احنا بين قوسين احنا حطب صايرين، هي هالمشكلة. كل ما بردوا الجماعه حرقونا ودفونا. احنا ندعو من الله، فخلي شوي نستقر يعني ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نستقر، وان شاء الله الخير جاي ان شاء الله. خلينا نتامل الخير زين، يقول تامل الخير احسن من تامل غير شيء. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وشكرا لكم من اغاتي اغاتي انا وسكن اهلي بك. السلام عليكم، شلون اخبارك؟ انت تفضل لنا. علي حبيبي شلون اخبارك؟ الله يسلمك. شلون صحتك؟ الله يحفظك. دائما يقولون يعني راح نطشك جدك رسول الله. ان شاء الله من بختكم انه الوضع يستقر ان شاء الله زين، وان شاء الله العقلاء يسمعون صوت طيبين، والعقلاء والحكماء ان شاء الله يرجع بلدنا نبني ايد بيد. واحنا كافي هاي ملينا مال هذا الشيء وذاك سني وذاك، غادرناها نطيت تسجيل خروج. ان شاء الله احنا نريد نبني للاحسن، احنا نبين للعالم بان ماكو فرق احنا بين طائفه وطائفه، وان شاء الله بركه بشبابنا المتقدم ان شاء الله. هي غمه ان شاء الله والزول علينا جا هم محمد، ان شاء الله بيكم البركه وبشبابنا. ندعو من الله ان يسهل امورنا. كافي جبناها حروب قتال شهداء الارام ولا الناس. هسه حقنا واحد غير يقول ايش وقت استقر. هسه مو احنا جبناها يوميا بخاطر اطفالنا، من جدي السابع عشر حتى هسه الخاطر ابناء رقاب، وابنائنا ماكو لحد الان ما ماخذين حصه. الله سبحانه وتعالى يقول تفاعلوا بالخير تجدوه. ان شاء الله احنا نقول هاي غمه وتعلمنا من هاي الدروس هوايه، وان شاء الله خير بمستقبلنا القادم ان شاء الله. ان شاء الله هاي بلمتنا هاي احنا ان شاء الله راح نعرف الغلط وين ونصلحه، والجرح وين ونداوي. ان شاء الله هالبركه فيكم. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي هي دعوه لجميع العقلاء ولجميع الخيرين بالعراق، خصوصا واحنا بشهر محرم الحرام. نتمنى الجميع انه يقعدون على طاوله حوار، وينتهي كل شيء وتذوب هاي الخلافات، على امل انه المواطن والشعب العراقي يعيش باستقرار. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، الى اللقاء.